في إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 13 يمكن حكى عن ثلاث حاجات: خراب أورشليم ونهاية العالم والتوصية بالسهر. ما قالش إمتى، فقال ثلاث كلمات بعد ما حكى. وفي ذهن اليهود لغاية النهاردة إن كان خراب أورشليم مفروض هيبقى معاه نهاية العالم. عشان كده السؤال هتلاقوه أول كلمتين يقول إيه لما قال له وروه الأبنية، فقال لهم كل ده هيتحاش ويتكسر وما لهوش أي فايدة. فقال له السؤال اللي طرحوه: متى يكون هذا؟ ده سؤال على خراب أورشليم، وما هي علامة مجيئك دي نهاية العالم؟ عشان كده لما قال وائل الحبالة والمرضعات واللي في الغيط ما ياخدش واللي في السفوق، ده كان كله على خراب أورشليم مش على نهاية العالم. نهاية العالم ما فيهوش حاجة أبدا غير سهره، وقال إن النجوم هتجع والدنيا هتتكركب والدنيا هتدوب وكله. لكن لما قال كان بيوصل الناس اللي في الغيط ما يرجعش واللي فوق ما يرجعش وائل الحبالة والمرضعات ولا يكون هربكم في الشتاء، كان كل ده يقصد منه خراب أورشليم. لكن كان في ذهن اليهود والتلاميذ منهم ان خراب الهيكل مع نهاية العالم. دي المعلومات اللي في الله. لكن انا هتكلم عن كلمة واحدة بس، هو مكتوب كده ثلاث كلمات ورا بعض: اسهروا انظروا، اسهروا صلوا. ثلاث كلمات ورا بعض. هناخد انظروا بس، ونكمل بعد كده نعيشنا لما نيجي وقت تاني هنكمل الباقي. انظروا هنقسمها ألف وب وجيم. انظروا واحد بص على ربنا، بص على ربنا، بص على ربنا بكيانك بحياتك بقدراتك بفكرك بكل ما تملك. بص على ربنا، وقتك جهدك طاقتك مالك صحتك فكرك قدرتك كله خصصه في الحكاية دي بس، في ربنا. ركز على دي، بص على ربنا. ليه ده؟ ليه نعمل كده؟ احنا اخطأنا وفسدت طبيعتنا، فاضطر يدينا طبيعته البارة التي تستطيع أن ترس حياة أبدية، وخط طبيعتنا زوحها. فأنا ما استخسرش فيه كده، أقول يا رب أنا كنت أنت قلت كده يعني المنقذ حياتنا من الفساد، المنقذ حياتنا من الفساد، أنت أنقذتني. أنا كل اللي بعمله رد فعل، وعشان أقدر أستفيد ما خلي بالكم ما خليتش بالي إن أنا رد فعل يتناسب مع عمله معايا، يبقى أنا مش عارف أستفيد. لازم نخلي بالنا في شكل يتناسب مع المكافأة اللي احنا عايزينها. الطالب اللي بيذاكر ساعتين بيخش تربية بالعافية، أو ما يلحقش، اللي عايز يخش طب يذاكر، وكل ما يجي ينام أمه تطبطب عليه وتحط له حاجة منبهة عشان يشرب، عشان يا ماما مش قادر اشرب واتعب عشان ترتاح. احنا كده المكافأة المحطوطة كويسة قوي وكتيرة قوي. وخلي بالكو لو احنا بصينا على المكافأة، المكافأة والتفكير فيها يبتلع كل الألام التي نتعرض لها هنا. لما بص على الملكوت والأبدية، ايه ده؟ قيل عن السيد المسيح كده، اتقال عنه كده: من أجل السرور الموضوع أمامه استهان بالخزي. ايه السرور الموضوع أمامك؟ خلاص البشر بيبص على خلاصنا، راجل بيلطمه ويضحك وفرحان. انت فرحان ليه؟ يقول التدبير ماشي كما رسمت له. من كتر فرحته بخلاصنا ورؤيته المستقبلية لخلاصنا مش حاسس بالجلام والدف والقصبة كده. ايه ده؟ محتاجين نفكر في أبديتنا بشكل كتير، عشان المتأسف اللي جاي علينا والضيقات كتيرة قوي، فما كانش في حاجة أقوى وأظرف وأجمل منها نفكر فيها. هنقن ونتع إيه ده وكده يعني. فأنا بديله كل مقدر، كل مقدر، ما ببخلش على ربنا، ما ببخلش على ربنا، وأمين في عطاياها معايا، أمين في عطاياها معايا. حصل موقف يضحك معايا، يضحك يعني. هقول لكم اول امبارح بالظبط
متأثر، دخلت الحمام عملت حمام وبدوس على السيفون كده عشان ينزل مية، فضل ينزل على طول على طول على طول، مش عايز يبطل. ايه ده يعني؟ يعني معلق. فوقفت كده، ايه ده، انا هسيبه كده خلص المية؟ رحت عامل ايه؟ قفلت. ربنا بيعمل معنا كده، ما كانش كل حاجة يدهنها نحوشها كويس ونحطها في مكانها يكفي المحبس. خلي بالكم، خلي بالكم، ما توزعوش عطاياه وبس، ما تستهتروش. لما يديك فضيلة ولا يديك حاجة جميلة خلي بالك منها، لألا يكفي المحبس عليك. ما تعرفش المحبس هيكفله من أي ناحية، هتنشف وتعطش وتيبس. خلي بالكم، ولا سيامة في هذه الأيام، أي بادرة منه خدها باهتمام شديد لألا ما يديكش. وإحنا بدون عطاياه لا فائدة منا، شايفين؟ فأنظر إلى الله بكل طاقتكم، بص على ربنا، بص على ربنا كل ثانية، كل ثانية بص على ربنا. في مرة واحد بيقول لي ربنا طبعا عايز أجيلك أرجع لك، أرجع لك أعيش معاك، بس أنا ابتدي أنت بس أول خطوة شجعني. فقال له ده أنا بدأت معاك 3 خطوات، إمتى وإزاي وكيف؟ قال له اسمع، أنت عملت خطية وأنا سترتك، دي خطوة. أنت عملت خطية غفرت لك، خطوة تانية. أنا اديتك عمر كان ممكن تموت، أنت مواليد كام؟ قلت له 10/12/58. قال لو رجعنا في سجلات الوفيات على مستوى العالم ميت حوالي يمكن 5-6 مليون من تاريخك ده، اشمعنى أنت اللي باقي؟ يعني أنت بركة يعني؟ ولا لك رسالة؟ ولا أنت بركة؟ ولا لك رسالة؟ عشان تتوب بس. فدي خطواتي معاك، لا يشاء موت الخاطئ. ياما من سن ناس الدود أكلتها، وأسف اللي في الجحيم واللي في القبور، شمعنا أنا اللي قاعد؟ ما دي خطوة خدها هو في صالحي، تحرك بقى، سترك وغفر لك وعطاك عمر، إيه المطلوب تاني؟ ربنا حلو بدرجة إن المصطلحات والأسلوب والكلام ما يكفيش. لما نقول أبرع جمال من بين البشر ولا الغافر ولا كل دي مصطلحات تتناسب مع فهمنا ومع إدراكنا ومع كتاباتنا، لكن هو أكتر بكتير، أكتر بكتير. يعني هو بالنسبة لنا هو خبز الحياة، خبز الحياة. يعني مهما آكل بعيد عنه استحالة هشبع، بدليل ترك لنا جسده، لأن عارف إن أكل الدنيا دي كلها ما يكفيش، ما يشبعش، ما يشبعش، فترك جسد. خد كل كل يوم من ده، خذوا كلوا كلكم مش وحدك، كله. 2 هو ينبوع الماء الحي، هتفضل تشرب من بئر يعقوب 500 مليون مرة في اليوم مش هتشبع. خش الكيس وافضل مغمض عينيك لغاية ما ابونا يقول خذوا اشربوا منه كلكم، اشربوا وروح. 3 الطبيب الحقيقي، الطبيب الحقيقي. كل الأطباء حلوين بس ده حقيقي، هم بيصحونا بيصحوا الجسد ويدونا الأرض على قد ما يقدروا، لكن هو يدينا حياة أبدية. حتى الرجل المفلوج اللي دلوه من السقف، هم تخيلوا أنه هيقول له سلامتك وهصحي مغفورة لك خطاياك، يا عم صحونا. قال أنا بدور على السماء مش بدور له على الأرض. فالطبيب الحقيقي بيدينا السماء، فما فيهاش غيره. الحاجة الظريفة جو الجميلة فيه ان هو في تعامله مع الخطاه عنده قانون ظريف قوي. 1 ركض، 2 وقع، 3 قبله. ادي نظامه مع اكتر حد بهدله، مع اكتر حد بهدل نصيبه، مع اكتر حد بهدل ميراثه، مع اكتر حد لابس لبس مش لابس، ده عريان وحفيان وجعان وما يتشافش. القانون اللي بيعاملنا الله ولا سيما اكتر حد وحش. الراعي دايما كده، كنت اشوف رعاة الاغنام ما يشيلش غير المكسوره او اللي مش قادره تاخد نفسها او اللي مش جميله، حاططها كده على كتفه، هي دي اللي محتاج عنايه اكتر. احنا كده
عشان كده الخاطئ اللي فينا ما يبقاش جلجان، ما يجلكش ابدا ابدا، هو جاي لك انت، بس يا ريت تقدر تعلن عن احتياجك. قل له انا الخاطئ اللي انت نزلت علشانه عشان تضمن سكناه عندك. لكن لما بنخبي انفسنا بيعد ويمشي، فاحنا لازم نعلن ان احنا خطأ. انا الخاطئ اللي انت نزلت له، خليك معاه كده. فقانون تعامله مع الخطاة قانون جميل قوي قوي. في هوشع بيقول عبارة ظريفة قوي، يمكن هوشع 11:8-9، يقول لإسرائيل وإفرايم، في شخصنا في إسرائيل وإفرايم، بيقول لهم أنا كنت ناوي عليكم في قريتين مكتوبين بالاسم، هوشع 11:7-9، قال لهم أنا كنت هعمل معاكم زي القريتين دول اللي في سدوم وعمورة، حرقكم. شوف يقول إيه تاني، لكن قلبي انقلب علي، ما قدرتش، ومراحمي اضطرمت، ما قدرتش أبدا، مع أنكم وحشين وتستاهلوا الحرق. أنا قلبي انقلب علي. هتعمل كده إزاي مع أولادك؟ بعدها بثانية، لأني أنا إله لإنسان. إيه ده؟ قد تعاملوا معانا. أرمية 2:13 يقول إيه؟ ارجعي أيتها النفس العاصية، أنا هفضل حلو معاك، هفضل حنين وهفضل رؤوف، فقط قولي إنك إلى الرب إلهك أخطأت بس. فأنا عايز إيه؟ أنا عايز إيه من إله بالطيبة دي، بالجمال ده؟ ولا يحاسب ولا يكشف ولا يكسف ولا كده. عشان كده لازم أخذ منه عربون يطمني لأبديتي. النصحين يعملوا كده، يقول عايزك تطمني، عايز أطمن على الأبدية، عايز أطمن. ندي أنفسنا فرصة نتعرف عليه، من كتر النظر ليه ندي أنفسنا فرصة عشان نتعرف عليه أكتر. إحنا محتاجين نعرفه. كان في وتحددت له جلسة بعد 6 شهور. بدأ كل شوية يروح ناحية المحكمة، القاضي اللي هيحكم في شهر 11 ده مين؟ مرة واثنين وثلاثة لغاية ما لقي واحد حاجب كده بتاع محكمة، قال له خد انت كل شوية تيجي تسأل. قال له في قاضي اسمه ثلاثي كذا، انا ما اعرفوش منين. قال له انت عايزه فين؟ قال لازم اقابله. فقلت عليه يا انت عندك قضية في شهر 11 في المكان الفلاني. ايوه اصلنا. قال له امشي. قفل الفوش. انت هتعمل ايه؟ انت هتجابني؟ مش هينفع، ما عندناش في القضاء كده. مرة واثنين يلح. قال له احكي لك الحكاية واللي رايحك اعمله. قال له انا مظلوم، انا يتيم، ماليش اهل يتيم، وكنت باكل من الزبالة، فانا نزلت وشي في صندوق عشان ادور على زبالة، واحد مجنون مش طبيعي رح حاول يرميني في الصندوق، طلعت عشان اخد نفسي، فزجيته، عربية معدية خبطته، الناس شافتني انا بزج وما شافوش القصة. فلازم اعرفك، لازم بفي فرصة احكي لك ملابسات الحادث. راح يوم القضية باص كده وضحك، قال انا اعرف الحكاية، كل الشهود اللي شهدوا على توقيت معين انا جبت من الاول، فحكمت المحكمة بالبراءة. انا عايز اروح اقول له يا رب انا غلطت، بس في ملابسات، انا ضعفت، انا كان في وقت ضعف، انا ما كنتش اقصد. عشان كده ربنا يقول ايه، حاجة غريبة جوي، انا قريتها 500 مرة لكن قريتها بشكل غريب جوي من يومين ثلاثة كده. الله يأمر الان جميع الناس ان يتوبوا متغاضين عن ازمنة، مفروض يكتب الشر، مفروض يكتب الشر. كتب الجهل ليه؟ كتب الجهل ليه؟ كل الخطايا التي فعلناها قبل التوبة تحسب بجهل عندما نقدم توبة مهما كانت معرفتنا. كل الخطايا يعتبرها بجهل قد فعلنا متى قدمنا توبة مهما كانت معرفتنا. عشان كده المنطق يقول ايه؟ العاقل ركزوا معايا دقيقة في دي، العاقل لا يسقط. يبقى الساقط جاهل، ها؟ العاقل لا يسقط، يبقى الساقط جاهل، والجاهل لا يتوب. إذن التائب
عاقل. وصلت الفكرة؟ المنطق يقول كده. فعايز أقول في كل في النقطة الأولانية دي، ارجع لربنا، بصله، انظره، انظر عليه بكيانك، انت محتاج له، انت محتاج له. هو متأسف، ده هو القاضي اللي هيحكم. محتاج تعرف عليه، محتاج تشرح له ملابسات خطيتك. يا رب انت عارف، انت عارف ضعف البشر، انت عارف الشيطان عنده خبره كبيره قوي، وحاول فيا ولف ودار عليا 30 40 سنه لغايه ما اسقطني. انا ما كنتش كده، انا زي، خلي بالك لغايه النهارده اقول داوود الطاهر. يا رب الطاهر ده جاب الخطيه ولا بعد؟ يقول ابن داوود على المسيح، ابن داوود بالجسد، يا رب ده جاب الخطيه ولا بعد؟ داوود سقط، خلي بالكم، خلي بالكم اقول الجمله الجديده دي نوفي. داوود هيئ لنفسه مناخ سقوط من غير ما ياخد باله. صميل الثاني 11 عدد واحد، وكان وقت خروج الملوك. ادي اول نقطه، هو ما طلعش، بدا ينام، بدا يتسلى. كل اللي عمله هو ما قصدوش، هو هيئ لنفسه مناخ سقوط دون ترتيب ودون دراسة ودون وعي. عشان كده يعني خطية بشعة ومركبة، ودفع ضريبة عالية لأنه كان حلو قوي. يقولوا دنس فراشه ليلة وبال له بدموعه طوال عمره. فتحسب خطايا بجهل، عندما يقدم الإنسان توبة عن خطاياها التي بمعرفة قد فعلها، تحسب بجهل قد فعل. دي النقطة الأولانية، انظروا لله. اثنين، انظر لنفسك، افحصها، فتشها، اصحيها، صحصحها، اعمل لها صيانة. انت ما حلتكش غيرك، انت ما حلتكش غيرك، لك نفس واحدة ستقدم جواب عنها أمام الله. مالك إذن وأي حد؟ لك نفس واحدة ستقدم جواب عنها أمام الله، مالك إذن وأي حد؟ بص على نفسك بس، ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي فداء عن نفسه؟ أنت أهم حاجة، بص على نفسك. وخلي بالك سنك كبر، انت كبرت، انت كبرت، والاخطاء التي نقح فيها لا تتناسب معانا ولا مع ديننا ولا ايماننا ولا فكرنا ولا احتياجنا للسماء ولا ثقافتنا ولا وعينا. يعني عشان كده في ناس بتروح عند ابونا ويرجع مش قادر يقول، مش قادر يقول ايه عليا، هذا كلام. يا ترى اللي بنعمله، متأسف، حياتنا تتناسب مع أقوال الله؟ حياتنا الروحية تتناسب مع أقوال الله؟ أكتب أعمالي تبعا لأقوالك، اللي أنت بتقوله أنا عايشه. يا ترى ده، يا ترى حياتنا تصلح للسماء، تصلح أن ندخل السماء؟ كان في مرة واحد بيقول لي بعد إذنك عايز أسألك، عايزك تقول لي حياتي الأبدية، آسف، حياتي الشخصية، أنا مقبول لدى الله ولا مش مقبول؟ عرفني أن ربنا جابلني وحببني وأنا كويس معاه ولا لا؟ قلت له هقول لك حاجة صغيرة، هقول لك أنت هتموت بعد ساعتين، لو أنت فرحت يبقى أنت حلو مع ربنا، علاقتك قوية بربنا. لو انت خفت يبقى خلي بالك من نفسك. تخيل كلنا خايفين، طب امتى ما نخافش؟ بس امتى ما نخافش؟ محتاجين سنه امانه ثانيه في حياتنا مع الله. انا محتاج كده، محتاج ابقى امين مع ربنا. انا مش امين مع ربنا بالدرجه الكافيه اللي تؤهلني ان انا ابقى مبسوط. ما خلي بالكم لازم نتبسط، لازم نبقى فرحانين، والفرحه دي تبقى هي عربون السماء. السماء بتاعتنا كمسيحيين تبدا من هنا، تبدا من هنا، السماء بتاعتنا تبدا من هنا مش من هناك، ابديتنا تبدا من هنا.
قلنا كده مرة، قلنا كده مرة، وجودنا على الأرض تدريب، تدريب عملي، كيف سنحيا في السماء. تقابل قدس أبونا وقدس أبونا تقول له بعد إذنك هم عايشين في السماء إزاي؟ ليه؟ أصلا عايز أجلدهم، عايز أعيش زيهم، لأن بيقولوا في ملاك واقف على باب السماء. أنت كنت بتصلي حلو؟ لا، أصل هنا بيصلوا. أنت كنت بتدي عطا كويس؟ لا، أصل هنا بيدوا. أنت كنت بتخدم كويس؟ لا، أصل هنا بيخدموا. أنت ما جربتش الحياة بتاعتنا، هتبقى صعب عليك، اتفضل. لكن يجي واحد يقول له ده أنا كله عشته، عفة وطهارة وعطا وخدمة واتضاع وسكون وسكوت، اتفضل. أنت اتدربت على الحياة، تبقى سهلة عليك. فلازم حياتنا الأبدية تبدأ من هنا. حياتنا الأبدية تبدأ من هنا. هناك تكميل لما كنا عليه. عشان كده بيقولوا في ملاك هياخد الإنسان ويديله مكافأة تتناسب مع الوضع اللي الجه فيه. الملاك هياخد روحه ويحطه في حتة تتناسب مع الوضع اللي الجه فيه. عشان كده في ناس بتصلي سرا بالألاف المرات في اليوم، يقول عشان أجي الملاك يقول لي يلا أنت بتصلي، يلا نسبح مع الملائكة كمل. فإحنا بنبدأ حياتنا الأبدية هنا. هناك تكميل بس، وحش بيكمل، حلو بيكمل. هناك تكميل لما بدأناه هنا، حيث إن سماء المسيحيين وأبديتهم تبدأ من هنا، وتبقى فرحان بها من هنا، وحاسس بها من هنا. مش كلام هيبقى جديد علينا. يبقى رايحين، اللي رايح ومش عارف ده درجاته قليلة قوي، أقل من 30 اللي طالبها المسيح. عشان كده كتير جو من الآباء القديسين الملتزمين بيفرحوا قبل ما يمشوا. ده أنا عايز أخوفكم في جملتين هقولهم وخلاص. مرة بس اتصلت بنجادة، بحد في نجادة، أنا خدمت في نجادة مع بابي من كتير، من 22 سنة. فاتصلت بحد أسأل عليه، إزاي يا عم فلان؟ اسمعوا الجملة الجديدة دي. بنت أخته بتقول لي استلم فرشته. يعني استلم فرشته؟ خلاص بتنام، هيفضل نايم لغايه ما متأسف. استلم فرشته يعني مقدمات الموت. كلنا كده، اللي ياخد شهر واللي ياخد اثنين وياخد سنه واللي ياخد ثلاثه، استلم فرشته هيخش خلاص ما يتحركش الفتره الباقي لغايه ما يموت. خلي بالكم، ما كانش حلو بدرجه عاليه بتبقى الفرشه جهنم. زي القديسين ما بيبقى على فرشته فرحان وشايف ملايكة وقديسين ومبسوط. الناس اللي عاشوا بعيد عن ربنا بيبقى الفرشة بتاعتهم بداية ألم السماء بيشوفوه هنا، لأن بيفضل يفكر في حياته ويبص للشريط لورا صعب، ولا قادر يغير فيه، ولا قادر يبدل فيه، ولا في ايده حاجة يعملها. متأسف أقول كده. فعايزين نوصل لفرشته دي وانا معايا المسيح اللي واخده معايا. اقول له ونسني انا بقيت وحدي. لما انت قلت تركوني وحدي انا كنت معاك، انا الوقت رايح وحدي على الفرشه، ناخد لي سنه اتنين تلاته خليك معايا. طمني وفرحني انك مش هتسيبني. اوعى تستلم فرشتك وحدك، اوعى اوعى. اصعب فطر على الإنسان مقدمات الموت لو كان مش بتاع ربنا. متأسف أقول كده. واحد، انظر إلى الله. اثنين، انظر لنفسك، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. ثلاثة، انظر لأخوك. مش ابن أمك وأبوك، ابن أمك وأبوك مش محتاج وصية، ده حتى منك، ده لحمك ودمك. الآخر أيا كان، الآخر أيا كان، الآخر تعبان ومحتاج لك ومضغوط ومكسور، محتاج لك. ما تسيبوش. أرمية 9:9 بيقول، 9 مش عارف 17 بيقول الجملة اللي هقولها دي بالنص. الخاطي بيقول لأخوه الحلو، بيقول لا تكن رعبا ليا، انت ملجئي في يوم الشر. انا تعبان وساقط بس انت ما تسيبنيش. لا تكن رعبا لي، انت ملجئي في يوم الشر. يمكن
أيوب قال كده: حق حق المحزون الخاطئ معروف، مش معروف يعني أنا عارفه، عين من الاعتراف. واحد يعترف يقول أنا سقطت وتبت، يقول اركن. يجي بعد شوية أصلا أنا سقطت وتبت، اركن. يجي واحد تاني يعترف اعتراف جديد قوي، يقول يا أبونا أنا جنب واحد غلبان كان المفروض أرش، اتأخرت لساعة 3، حللني 3 ساعات اتأخرتها، خير بس تقصير يا أبونا. أبونا معلش كان، شوف الكلام، شوف الكلام، دول بتوع السماء، دول بتوع السماء، الناس اللي لسه بتسقط مفيش وقت، مفيش وقت. انظر إلى الله، انظر لنفسك، انظر لأخوك. كان نيلسون مانديلا بتاع جنوب أفريقيا كان سائر على الاستعمار، في حبسوه من 27 سنة يمكن لـ30، وطلع عملوا رئيس جمهورية، رئيس السود، وكان في بيض في البلد، يلا بقى البيض دول سجنوك وعدموه، يطبطب عليهم البيض ويمسكهم وزارات ويمسكهم شغل، وقال لا، ووصل جنوب أفريقيا من أجمل بلاد الدنيا كلها بسببه هو، بسبب تعامله مع العدو بشكل جميل. ده مرة دخل المطعم عشان يأكل، أول ما دخل وقعد كده لقى واحد بدأ الأكل يقع من بقه ويقع، فبيسألوه إيه اللي حصل، قال العسكري ده كان هو المسؤول عني في الزنزانة، كل ما أقول له أنا عطشان يتبول على رأسي، طب وناوي تعمل له إيه؟ أدفع له الأجرة وأدفع له الأكل وأكله وطبطب عليه. إيه ده؟ ده ولا كاهن ولا أسقف ولا خادم، ده سلوك جميل بنى به البلد وبنى حياته وما خلاش فيها عدو له. واحد انظره إلى الله بكل طاقتك لأن هو اداك حياته واداك عمره. اثنين انظر لنفسك، احنا كل ثانية اوعى، خليك أمين في عمرك وفي كلامك وفي وصاياك وكل حاجة. ثلاثة بص على أخوك الغلبان، في ناس تعبانة ولا سيما في هذه الأيام، ناس تعبانة كتير، بص وفتش وجلب واسأل، اسأل يا ابونا فيش حد تعبان؟ لكن احنا ناكل، هقول اخر جملة وهخدم بيها وما تاخدوهاش حرفيا، ان لم نأكل مثل اخوة الرب سوف لا يرتضي الرب ان يكون اخونا. ان لم نأكل ونحيا كاخوة الرب لا يرتضي الرب ان يكون اخونا. مش القصد، انا مش بتكلم حرفي، مش الدور نشحت لا، ان كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي. شبه فلوس مخزنه للبنوك تضمن راحه 20-30 جيل لبيتي الورا، وفي ناس جنبي بتموت جوع، قلنا 100 مره عايزين نورث عيالنا الله. عشان كده يقول لم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذريه له تلتمس خبز. يعني لما تبقى انت بتعرف ربنا استحاله تحتاج، واستحاله اولادك يحتاجوا. كل سنه وانت طيب.